السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا صار حديث هواية عن موضوع التدريب الصيفي، لأن احنا طرقنا موضوع شلون تستفاد من التدريب الصيفي، بس اكو يعني دائما يصير تساؤل بخصوص من أملي يعني خلينا نقول عليها الاستمارة، وشلون حدد المكان بالضبط. طبعا تحديدك للمكان هو أساسا على مكان سكنك، فمثلا أنت ساكن بالبصرة، راح أنا أطرق هذا المثال وأنتوا اعتمدوا على بقية المحافظات. أنت ساكن بالبصرة مثلا، أولا اختيارك للبرج أو جهاز الحفر أو جهاز الاستصلاح، شنو المتوفر ومن القريب على يعني سكنك؟ طبعا هذا يفضل انه يكون انه قريب على سكنك، هاي واحد يعني